نظام المؤشر ثلاثي الأبعاد 3DI هو حل في المتناول يحتوي على لب النظام الذي يمكن تحديثه لاحقاً ليصبح نظاماً آلياً تماماً. محطة واحدة في القاعدة تحددها عند بداية العمل وتسمح لك بتصليح الأخطاء، بالإضافة إلى أن كل آلة سيكون لها نظام تحديد المواقع عالمياً وصندوق تحكم لاقط. على شكل الشاشة تشتغل باللمس وتعرض المخطط الرقمي للموقع. يقوم صندوق التحكم إثر ذلك بتوجيه الآلة والمقص بدقة عالية جداً فوق المخطط وفي الحين. يعرف العامل الآن مدى تطابق حدود القص مع مرحلة التصميم بواسطة التعديل للمرحلة الخام أو مقاطع المواد والإنحناء الذي تريده. تعرض الشاشة ذات الألوان الزاهية العاملة باللمس الطرقات ومجموعات مقاوي السيارات وتقسيم البناءات والعناصر الأخرى للتصميم كما تريد. ويعرض الجهاز شكل مخطط مساحة أو وجه جانبي أو شكل مقطع. حدد أي خط عمل على الشاشة وسوف يظهر لك الصندوق كل المعلومات التي تحتاجها. بفضل نظام تحديد المواقع عالمياً ثلاثي الأبعاد، فإن كامل الفريق يعلم إلى أي مرحلة وصل العمل وما عليهم قصه أو ملؤه. وبذلك سيحتاجوا لتحريك المواد مرة واحدة، يمكن لهم القيام بذلك بسهولة وبالاعتماد على أنفسهم. نحن لا نتكهن لنعرف الطبقات، يمكن أن أصل مباشرة، وعندما يقال لي أنهم يريدون رفع قدمين أو قدم ونصف، لست بحاجة لتركيب الليزر وتوجيهه. يمكن لي منذ البداية العمل باستمرار عبر النظام تحديد المواقع عالمياً. إن الاقتراب من الدرجة المرغوبة منذ المرة الأولى يقصر بشكل كبير المدة الضرورية للمرحلة النهائية، كما أن تصغير نسبة الخطأ عند تقدير كميات المواد يوفر الوقت والمال.